مرحبا حبايبي واهلا فيكم في فيديو جديد على قناتي. فيديو اليوم مثل ما شفتم من العنوان رح يكون عبارة عن دردشة إجابة على أسئلة وتعريف عني لإلكم ومعلومات أكثر عني عشان نتعرف على بعض أكثر، خصوصا إنه مؤخرا صار عندي متابعين أكثر في القناة، فبرحب فيكم كتير كتير كلكم، نورتوا القناة. وأكيد حبايبي اللي متابعيني من أول، شكرا شكرا لكم لدعمكم، شكرا لكل الناس اللي عم تدعمني حاليا. ما شاء الله القناة يعني صار فيها مشاهدات أكثر مؤخرا، عم بشوف تحسن، وهذا إشي كتير كتير أسعدني وكتير شجعني عشان أعمل فيديوهات أكثر وعشان أطور من المحتوى. بصراحة القناة هذه صار لها أكثر من سنة، وصراحة تقاتلت بالعبارة هذه، تقاتلت مع حالي عشان يعني أضل مكملة في اليوتيوب وعشان أوصل للعدد اللي إحنا واصلين له. يمكن بالنسبة لناس كتيرة هذا مو عدد كبير، بس بالنسبة لي فكان كتير صعب إنه أوصل ليه، وأنا كتير سعيدة بهذا الإنجاز، وبتشكركم كلكم على دعمكم ودعواتكم وكل الحب اللي تلقيته منكم مؤخرا. وأكرم كمان بما إنه صار في ترجمة، فأكرم صار يترجم، حذاري لا تقولوا أشياء صار ممكن إنه يفهم، يعني بيترجم كل الكومنتات وبيعرف إيش قاعد عم ينحكى من غير ما أقول له أنا. هو كمان بيتشكركم كتير وكان سعيد يعني من كل الدعوات اللي تلقيناها في الفيديوهات الأخيرة. من غير ما أطول عليكم، لو حابين تتعرفوا علي أكثر دردشوا معي، كملوا هذا الفيديو. فرح نبدأ من أول، الاسم، الطول، الوزن، ما عندي مشكلة أقول الوزن على فكرة. فخلينا نبدأ من الأول. فالناس عرفتني باسم بيول، اللي الكثير بينطقوا بيول. فبيول هو اسم كوري بيعني نجمة. الاسم هذا اختاروا لي زوجي، لما أنا اختارت له اسمه العربي أكرم، هو اختار لي اسم الكوري بيول. بصراحة في الحياة العادية ما بستعمله بكل صراحة، بس لما بدأت القناة بدأت بالاسم هذا، ما أعرف، فضلت إني استعمل الاسم هذا، وحسيت إنه إشي مميز إنه أنا العربية اسمي كوري وهو الكوري اسمه عربي، فهيك بدأت الفكرة. اسمي الحقيقي منال، كنت قلتها من قبل كمان، لو في بنات تانية اسمها منال اكتبوا لي تحت. فأنا متعودة على بيول، فإحنا صراحة في الكوميونيتي تبعنا بنستعمل بيول، اللي هو النطق تبعه ما بين البي والبي في النطق الكوري، ولكن العرب ما اني بكتبه بالبي فبيقولوا بيول، فكأنه صار كده اسم مميز اكثر لما تغير له النطق، فهو صرنا يعني بنقول بيول، فانا بيول هاي. وممكن تستعملوا الاسم اللي انتم حابين، فانا ما عندي مشكله. بالنسبه لعمري، فعمري 24 سنه، وصار لي الحين بكوريا اكثر من سنتين. وزني 58، ما بعرف اذا مبين علي 58 او لا، بس من لما اجيت للكوريا وانا بطلع بطلع بطلع. اول مره اجيت يمكن جيت 51 كيلو، ومن تم وانا في طلوع متواصل، فمو مشكله بصراحه. انا ماني حاسه اني زايده وزن او شيء، بحب لما يكون وجهي ممتلئ. وبصراحه لو شفتوا فيديوهاتي القديمه، راح احط لكم فيديو راح نتكلم عنه بعد شوي، كان فيه 53 ومبينه اكثر من كذا في وشي، كان وشي كذا منفوخ، ما فهمت ايش الموضوع، يعني الحين 58 انا ذاك كان 53، ما فهمت. المهم راح اخلي لكم الفيديو. الفيديو متعلق بسفرتي لكوريا، فكنت حاطه فيديوهين، في جزء اول وجزء ثاني تكلمت فيهم عن سفرتي على كوريا، اخليه لكم هنا. لو حبيتوا تتعرفوا كيف كانت اول سفرة لي لكوريا، احساسي اول مرة اجيت، وعلى فكرة سؤال بيجيني اللي هو اول مرة جيتي كم كان عمرك، فكان عمري 21، فممكن تروحوا تشوفوا هذاك الفيديو لتفاصيل اكتر وللرياكشن تبعي لاول مرة حكيت كل شيء وشاركت معاكم القصة كلها. بالنسبة لدراستي، فأنا عندي باشلور ديجري، بالعربية أعتقد بكالوريوس، يعني بيكون 3 سنوات. في كوريا هنا بيحسبوه 4 سنوات، إحنا في المغرب كان 4 سنوات زمان، الحين 3 سنوات بس. وتخصصي كان لو ترجمناه بالعربية تجارة عالمية، كوميرس انترناسيونال. فيا حابة إن شاء الله إني أكمل هنا كمان ماستر ديجري، يمكن في نفس المجال إن شاء الله.
عندي هنا الأسئلة اللي حابة أجاوب عنها. هل بتكلم باللغة الكورية؟ أيوة بتكلم باللغة الكورية، بس يعني لسه مو ليفل يعني كتير كتير عالي. يعني أنا في الانترميديت، يعني بعد البيجينر على طول. وهل الكرة، هل اللغة الكورية صعبة؟ كنت بظن إنها سهلة لأنه كنت بشوف درامات كتير وكنت بلقط كلمات وكذا، وكنت يعني بتفخر إني بعرف الكلمات هذه. بس لما جيت على هنا على كوريا الوضع اختلف وصارت صعبة. يعني هي بالأول لما تبدأي تدرسي لغة كورية الحروف تعلمتهم لحالي، فتعلمت الحروف لحالي والأساسيات لحالي، بس لما بعدين تدخلوا على القواعد والجرامر وهذه الأشياء بيصير الوضع معقد. وكمان إشي تاني البرونسيشن، pronunciation صعبة، pronunciation تبع الكوريين يعني الحقيقية كده، نطق الكلمات مثل ما بينطقوها هما إشي كتير صعب. فأحس يمكن لو في منكم اللي رح يجي على كوريا من الأفضل إنكم تتعلموها يمكن في بلدكم وتجوا بعدين عشان تسهل عليكم الحياة، لأنه الحياة مستحيلة من دون لغة هنا. يعني لو بدكم تدخلوا في المجتمع وتكونوا يعني مرتاحين على الآخر اللغة ضرورية. غير كده سمعت إنه الحياة في سول عادية بلا لغة وممكن تمشي حالك بالإنجليش، بس أنا أحس اللغة الكورية ضروري هنا عشان تعيشي حياة مرتاحة، حياة عادية وكده. ولأني إنسانة يمكن مو سوشيال كتير، ما بتكلم، ما بعمل براكتس مع الكوريين طول الوقت، فهذا إشي كمان خلى إنه تعلم الكرة خلى تعلم اللغة الكورية كمان أصعب. فهذا هذا كل شيء بالنسبة للغة الكورية. إيش رأيكم؟ ماني حابة أحط حالي في هذا الموقف، بس إيش رأيكم إنه أعمل فيديو مع أكرم ويتكلم معي بالكوري 24 ساعة؟ يصرح احنا بنتكلم كوري بس لما ما بفهم بيرجع يشرح بالانجليش. فايش رايكم نعمل يوم كامل باللغه الكوريه كده بتسمعوا كمان كوريتي؟ فخلوا لي كومنت، فخلوا لي في الكومنت قولوا لي اذا حبيتوا الفكره او لا. السؤال التالي يمكن ابدا ما تكلمت عنه، هذه اول مره، واللي هو كيف بدات يوتيوب وما هي كم هي مدخيلي من اليوتيوب، هل انا غنيه من اليوتيوب؟ فبالنسبة لكيف بدأت، فهي فكرة اني اعمل يوتيوب كانت موجودة من لما كنت لسه عايشة في المغرب، ولكن حسيت الانفايرمنت هناك ما كان بيساعد اني اعمل يوتيوب واصور برا وهذه الاشياء. فبدأت يعني اول ما اجيت على كوريا، لانه كان يعني كان اشي يعني لما تجوا اول مرة لسه مو متأقلمين وكذا، فكان تصوير يومياتي او فيديوهات بيشغلني وبيشغل يومي وبحس اني بعمل شيء. فصراحه هيك بدات، وبدات اختي على فكره قبل مني. اختي في كثير منها اللي كثير منكم اللي ما يعرفها لانه صارت موقفه لعده شهور الحين، اسم قناتها جونا سيكريت، راح اخليها لكم هنا، روحوا شوفوها فيديوهاتها ليفل تاني. يعني انا اصلا تعلمت المونتاج منها، ولكن ماني يعني بالليفل تبعها بالمونتاج، فيديوهاتها يعني ستايلهم مختلف كتير حلوين، ضروري تشوفوهم. فهذه اختي موجودة كمان في كوريا، هي ساكنة في الجنوب، وطلعنا في كم فيديو مع بعض وشو كمان. وهي موقفة حاليا، اتمنى انها رح ترجع، فحاولوا انه تدخلوا لقناتها وتدعموها، يمكن هذا الاشي رح احمسها عشان ترجع مرة تانية. وكمان عندي اختي تانية، يعني احنا عائلة كبيرة باليوتيوب. كمان عندي اختي تانية، اختي الكبيرة ساكنة بالديار الفرنسية، وقناتها عبارة عن وصفات، هي كتير شاطرة، كتير كتير شاطرة بالطبخ. فقناتها عبارة عن وصفات، في الاول كانت بدأت باللغة العربية الفصحى فممكن تفهموا، وكمان والحين حولت على الدرجة المغربية، ولكن يعني بيكونوا المكونات محطوطين وممكن يعني تفهموا كل شيء. عندها حلا، كيك، وصفات سريعة للمبتدئين، كل شيء كل شيء ممكن يجي على بالكم. كمان مشتريات، لأنها تعمل مشتريات كتير، فعندها كتير فيديوهات مشتريات. والمهم لازم كمان انكم تروحوا عندها وتلقوا نظرة على قناتها، راح اخليها لكم كمان هنا. اسم القناة زهرة الشمس. فقلت لكم احنا عائلة كبيرة باليوتيوب. السؤال اللي بعده، كم هي مدخيلي من اليوتيوب؟ يعني القناة صلها اكثر من سنة الحين،
في يمكن الثمان أشهر الأولى هما أصلاً ما بيعطيكوا المبلغ إلا لما يوصل $100. فبعد ثمانية أشهر وصلتني $100 الأولى، والحين سنة يمكن وشي شهرين للقناة أو شي مثل هيك أو يمكن أكتر، لسه ما كملت $100 الثانية عشان توصلني، فالمجموع يمكن ما موصل حتى $200 لأنه المشاهدات كتير قليلة. وبصراحة لو ما كان إشي بيسعدني وبستمتع فيه ما، وكنت يعني داخلة بس عشان يعني المال، يمكن كنت رح أكون تركت يوتيوب من زمان لأنه ما بدخل يعني ما بيجيني منه شيء أصلاً. الحين رح أمر، يمكن انتهيت من التعريف عني وعن نفسي وعن كلها. أنا مغربية على فكرة، كان لازم أبدأ بيها، بس يعني أنا على أساس في الديسكريبشن بوكس دائما أكتب مغربية، أنا مغربية وزوجي كوري، فما حسيت إنه إشي لازم أقوله. ودائما في الحديد قلت لما كنت في المغرب، درست في المغرب، فأنا مغربية، ليش بتكلم باللهجة هذه؟ الفيديو هنا شوفوا ليش. الحين راح بس أجاوب على أسئلة إجتني مؤخرا. قلت لكم إنه راح ننتقل في الفيديو ما قبل الأخير، أو في الفيديو الأخير ما قبل الأخير، قلت لكم راح ننتقل، الموضوع راح يأخذ وقت أكثر من اللي توقعنا لأنه ما لقينا البيوت اللي إحنا حابين. جاني سؤال هل قاعدين عم تنتقلوا بسبب أزمة مادية، لأنه انتقلنا السنة الماضية وما صرنا سنة في هذا البيت. بصراحة لا، الانتقال الأول كان ليه علاقة بعمل زوجي، زائد أنا ما كنت مرتاحة في هذاك البيت، رح أحكي لكم بعدين. كان ما بعرف، بس كان بيجيني خوف من هذاك البيت، ورح أحكي لكم القصة بعدين، ستوري تايم. والحمد لله يعني إحنا عم ننتقل للأفضل، ما عم نرجع لورا، فكل بيت أفضل من اللي قبله. والحين رح ننتقل كمان بسبب متعلق بشغل أكرم، هذا إن شاء الله رح يكون الانتقال الأخير، فرح ياخد وقت أكتر عشان نختار ونحسن الاختيار. رح أرجع أعملكم أبديت لما يكون في أشياء جديدة وأشارك معاكم البيوت الجديدة وكذا. أنا وين ساكنة حاليا وين كنت رح أسكن، لأنه لسه ما نعرفين الحين. أنا ساكنة الحين بمدينة هاسونغ، موجودة على نواحي سول، ومن تحت لأنه زمان كنت ساكنة في يانجو، من فوق سول. والبيوت اللي شفناها آخر مرة كانت في مدينة شيهونغ، بعيدة على هنا بساعة، كمان نواحي سول. وبس أعتقد هذا كل شيء، وصلنا الأخير. أصلا الفيديو رح يكون طول كتير، اتمنى انكم تعرفتوا علي اكثر، واتمنى يعني الناس اللي لسه عم تلتحق فينا عن جديد انها تشوف فيديوهاتي اللي قبل. مثلا اجاني سؤال كثير، وين اهلك يعني بفيديو العرس، وين اهلك. فانا تكلمت في فيديو بعده كان اجابه عن اسئله، وقلت ليش ما كانوا اهلي ومين البنت اللي كانت هناك وكل هذه الاشياء. فاتمنى قبل يعني يعني لو عم تسألوا it's okay، بس في اللي بيهاجمك انكم تشوفوا الفيديوهات اول شيء، وبعدين تعالوا اسألوني او اللي بدكم اياه. واتمنى انكم تعرفتوا علي اكتر، عرفوني انتو كمان على حالكم من اي بلد، ممكن اسمكم لو حبيتوا، او اسمكم مدري المستعار مثلا، سنكم، يعني المعلومات اللي حابين انكم تشاركوها معي، لانه احنا يعني بالسوشيال يعني باليوتيوب الكل ممكن يشوف هذه المعلومات، فانتوا شاركوا معي المعلومات اللي ما عندكم مشكلة انكم تشاركوها، حابة انا كمان اتعرف عليكم. واتمنى انكم اني ما طولت عليكم، انكم استمتعتوا بفيديو اليوم، اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية، اعتنوا بحالكم، انيو.